السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسم حضرتك؟ كوثر عامر رحيم. كوثر عامر رحيم. صوتك شوي علي. كوثر، كوثر انت مطلقة؟ أرملة؟ مطلقة. ايش قد صار لك؟ صار لي تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات صار لك مطلقة. ايش قد عندك اطفال؟ عندي بس ولد. بس هذا الولد؟ بس هذا. زين، عندك راتب؟ عندي راتب. ايش قد راتبك؟ راتبي 200 إلا 5 كل شهرين. كل شهرين 200 إلا 5. ايه. زين، هذا البيت شنو قاعدة بيه؟ مال اهلي. قاعدة ويا اهلك؟ مال اهلك. ايه ويا. مولك هذا لو شنو؟ ايه. تعال حبيبي. مولك هذا البيت؟ ايه. يعني تجاوز او شنو؟ تجاوز هذا البيت. بس ما تدفعون ايجار. لا. زين، ابنك ايش بيه؟ شنو حالته؟ عنده توحد بالدوام. توحد عنده بالدوام. ايه. حبيبي تعال هنا اوقف يمي. عنده توحد بالدوام. زين، هذا شنو يعني؟ شو تصرف فيه؟ ليش تسوي له؟ شنو علاجه؟ والله علاجه اخذ له منشطات. منشطات؟ اي، بس انا ما عندي، اعطيه بس في المال له. يعني هو علاجه منشطات بس؟ اي. بس انت ما عندك منشطات؟ ما عندي. حبوبه غالي. اي، يعني ايش تعطيه مكانه؟ اعطيه هذا مهدئ بس. مهدئ. زين، المنشطات ايش قد سعرهن بيش اذا تشترين؟ والله سعرهن 200 225. 200 225. كل شهر. ايش قد هذن؟ مال علاج مال شهر. كل شهر. 200 225. لما اشوفون حالته الدكتور قال لي نبدله. زين، ايش اسمه؟ مسجله بمؤسسات ثانيه انت؟ لا والله ما مسجله. بس بمؤسستنا؟ بس. شنو اللي محتاج انت؟ شو محتاج؟ يعني شنو اللي مثل غراض شيء؟ إلا تريدين فد شيء شنو؟ حتى احنا نوصل ندائك شيء كوثر. ما عندي والله، اريد علاج له، هدوم. ان شاء الله خير. زين، هاي كاتلنا الحراني. الله يساعدك. كوثر وابو ما يسال عليه؟ اي ما يسال، ما ادري وين ابو؟ ما اعرف. ما تدرين بيه وين؟ ماما وقف. حبيبي تعال وقف. سجاد حليب مية يشرب. هو حد هسه بعد حفاضات حد الان؟ هاي حد الان حفاضات كل اسبوع 7.5 كبار السن، وهذا حليب ما ادري ايش اخذ. الله يساعدك. الله يساعدك. هاي حالة كوثر مطلقة وابنها مريض عنده توحد، والدواء مالته كل شهر 200 225 منشطات، وهي ما عندها الامكانيه اللي تجيب المنشطات إليه تستخدم له. مو كان المنشطات منوم حتى سيطر على حالته، والحد هسه هو هذا عمره وحليب وحفاضات ياخذ. حليب تقول مال كبار السن، حفاضات كبار السن. هي مطلقه. راتبك ايش قد راتبك؟ 200 الا 5. كلش قد؟ كل شهر. كل شهرين. وهذا البيت قاعد بيه تجاوز. الله يساعدك. نوصل ندائك كوثر، وان شاء الله ما نقصر وياك ونشوفون حالك. بس يطيبوا كل شيء. الله ان شاء الله اللي يشافي. يلا نشكر منك كوثر.